مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. هو واحد من أهم الفاعلين في القطاع المسرحي في بلادنا، رحلة بدأت مطلع سبعينات القرن الماضي لتمتد على قرابة 100 عمل بين المسرح والسينما والتلفزيون، نصف قرن من الزمن ومن العطاء الغزير، انطلاقا من فرقة الكاف ثم فرقة مدينة تونس، مرورا بفرقة المغرب العربي، وصولا إلى فرقة المسرح الجديد. نصف قرن من الزمن دون انقطاع، خاض خلالها ضيفنا تجارب مسرحية متعددة شملت المسرح الشعبي ثم المسرح الفرجوي، لتستقر عند مسرح الممثل الواحد المعروف باسم ألوان مانشو. تنوعت مواهبه بين الكتابة والتمثيل والإخراج، حيث لم يحصل فنان تونسي في مجال الكوميديا والمسرح على ألقاب فنية كما حصل عليها ضيفنا، فسمي بأسماء كثيرة: ملك الكوميديا، إمبراطور المسرح، فنان الشعب، وسفير المسرح. أسماء مختلفة أفضت إلى تجربة عنوانها الكبير: لمين النهدي. أهلا بكم. أقسم بالله العلي العظيم، في الحصة هذه منقول كان الحق. تفضل سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله رمضانكم مبروك. سنين دائمة سلامين. يعيشك. ربي يحييك لأمثاله. أنت والناس اللي تفرجوا فيه الكل، كبير وصغير ومن يدبي على حصير. إن شاء الله رمضان مبروك للعامة الناس، الشعب التونسي والشعب العربي الإسلامي. مين شنو الوصفة السحرية هذه اللي تخليك يعني الناس تقول تحبك معنا؟ غريبة. ما يقول لك اللي 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 يحبوه العباد ربي يحبوه، معناتها الحمد لله، معناتها كسب كبير والله، ورضيت الوالدين زاد. يعني أنت تقريبا في المقدمة قلنا تجربة امتدت تقريبا على نصف قرن بين العمل المسرحي والسينما والتلفزيون. أي وخلال يعني قدمت تقريبا على كل المسارح في تونس. قدمت لين تعبت. لين فديت ولا ما فديتش؟ والله لا ما فديتش، ما الحمد لله ما فديتش. ما زال ديما ثم أي فما تقريبا روح جديدة ثم ثم. أكيد ديما أنا فما سؤال يطرحوه العباد، يقولوا لي شنو اللي تحس روحك معناتها، هل ترى وصلت للشيء اللي نويت باش توصل له؟ أنا أقول لا، ما زلت معناتها قد ماني موجود على قيد الحياة، قد ما معناتها إن شاء الله يا ربي معناتها نقدم، ما زلت باش نقدم الكثير، والشيء اللي نحب عليه إن شاء الله نقدم إن شاء الله. لشنو يطمح لمين النهدي؟ يعني الشهرة موجودة، كما يقولوا المال والجاه، الحرفية، أنك محبوب الشعب، محبوب الجماهير، يعني هذا حاصل. يعني شنو ينجم الفنان في مرحلة اللي وصلت لها أنت ينجم يضيف أو ينجم يطمع؟ لشنو يطمع؟ هو فما حاجات ديما الفنان معناتها، وخاصة الفنان الحق، الفنان المبدع الحقيقي، فما ديما كل ما ينتهي من عمل إلا ويدخل في مغامرة جديدة ويقول معناتها المغامرة هذه إن شاء الله تكون خير من الأخرين، هذا الفنان الحق. أما اللي يقول وصلت وكهوى معناتها وفاء ومعادش ما ينجمش يواصل، هو بطبيعته الانسان يقول وصلت ما نجمش يواصل. وشوف مثلا تجربه نتاعينا، ولو باختصار تجربه مختلفه معناتها على مستوى المردود، على مستوى التنوع، على مستوى التلون، معناتها الاعمال الكوميديه ثم جات الاعمال التراجيديه ثم الاعمال السينمائيه تختلف نوعا ما عن الاعمال التلفزيه وهكذا، بحيث الفنان الحق هو اللي دائما يتخبط في البحث والاستمراريه، معناتها ما يقول ماذا بيا داير، معناتها انا كل خدمه نخدمها تجيب لك فكره اخرى، تجيب لي فكره اخرى وتجيب لي حتى في نفس العمل اللي نعمله، مثلا المسرحيه من اللي بديت من بدايتي الاولى في فرقه الكاف ثم فرقه المغرب العربي، ففرقه المسرح الجديد والمسرح الجديد وفرقه مدينه تونس، ثم في الوان منشور ديما كي نخدم خدمه نعمل عمل مسرحي ونقدمه معناتها للوندما من غدوه، نقول ماذا بيا نزيد نطور فيه العمل هذاك، ماذا بيا نحسن فيه ونزيد فيه. وهذاك الميزه نتاع المسرح والحاجه الباهيه اللي موجوده في المسرح، انه عمل متحرك، معناتها دائما عندك الامكانيه حي، عندك الامكانيه انك عندك الامكانيه انك تضيف وتزيد. فما برشا ناس يقولوا شفنا مسرحيه لمين نادي بالعشرين مره،
معناتها فما واحد نتذكر مره قلت له اثبت لي اللي انت شفتها 20 مره، وبدا يسرسط لي في النص، يعني حاضر المسرحيه، حتى فما دي باساج من المسرحيه، مواقف من المسرحيه اللي انا معناتها نحيتهم معناتها في العروض الاولى، لانه المسرحيه تمشي وتقدم، هو مازال محافظ عليهم ويحفظهم. انا هي المواقف المسرحيات اللي من نهدي مجموعه كلها مع بعضها، انا هي المواقف اللي قاعده فيك، معناها اللي انت تفكرها ديما وتضحك عليها وحدك، يعني مش في المسرح. برشا هما برشا مواقف في كل مسرحيه لابد ان فما موقف في الكريته، فما موقف في القافزون، فما موقف في الداير، مش انا بركه، معناتها حتى الجمهور اللي شاهد العرض يقعد يردد هك المواقف هذيك ولا بعض من الكلمات والجمل اللي موجوده في المسرحيه. شنو الموقف اللي بقى في ذهنك من الكريته مثلا؟ الكريته فما موقف حلو ياسر، هو وقت نحكي على هما جواعه لي كاتر بيرسونال، الاربع شخصيات اللي هما اخوه ومعهم الاب، وقاعدين في ثلاثة ايام ما كلوش الماكله، ويقوم السبتي اللي هو انا الدور نقوم به، ونحكي لهم وندخلهم في حلم نتاع، نحكي لهم على الكسكروت كيفاش نوصلهم الكسكروت، وكيفاش الكسكروت هذايا وهو خيالي غير موجود، وهم بلهفه هكا يداوي يتبعوا فيها، ونحكي لهم ونبداو في اللم برو في الارتجال، وكل عرض معناتها نجيب فيه حاجات جديده، والكسكروت هذاك كيفاش شاهين الكسكروت بالزيت، زيت زيتون هابطك على الجنب، فهمتوا، كسكروت حار وحاب تزيدون مرشوقين، فهمت، ربي يستر. من المواقف الجميله في مسرحيه الكريته، وفما موقف اخر اللي انا ديما نحبه ياسر، هو موقف في مسرحيه القافزون اللي الفها المرحوم الحبيب شبيل، الرسام الحبيب شبيل، موقف ممتاز جدا اللي يقول فيه هاك العام، هاك العام فصلها كنا شناتا، يا حسره وقت كنا شناتا، هاك العام كنت يا سيدي نرقد ونفز على امنيه واحده، وقت اللي كانت الدنيا بكلها خضره بالحشيش، والحشيش نابت في العتبه نتاع الباب وفي الزقوق نتاع الحيط، وكيكس ونون كيكس وكيكس امريكان تثبتوا عليها، هاك العام كنت نرقد ونفز على امنيه واحده، شنيا كنت يا سيدي قبل ما نرقد وبعد ما نهز عيني من هاك الشق اللي في الحيط ونغزل السماء ونقول يا ربي يا ربي تم عليا يا ربي تم عليا ب 100 فرنك 100 فرنك يشري بها زربوت كيف الناس الكل، هاك زرابط اللي فيهم شلط خضر واحمر وصفر، واول ذبانه اللي كانت تجي على يدي نشدها ونحطها تحت سنه الزربوط باش يولي فنفن كي طيارات الالمان، شيء وتقول تعدى الصيف والخريف وانا عايش بلا زربوط، بابا كنت ما نشوفه كامل الليل يخدم على روحه وربي عينه وربي، وهكذا تعرف ما زلت نحفظهم الحاجات هذوما. صح ذاكره بون ميموار، الحمد لله الممثل لازم تكون عنده ذاكره كبيره، وهذا كله بالبراي وبالريبيتيسيون معناتها، وكل يوم انا حتى كي تبدا ما عنديش عروض ديما نرجع للتمارين على المسرحيات نتاعي، سواء معناتها اللي عملتهم او اللي انا قاعد نقدم فيها، هكاك باش تبقى ديما الميموار معناتها. لمين نهدي هات نبداو من البدايه، من الكاف، قبل يعني ما تحصلوا على المسرح، تحصلوا ذاتيا، ما الذي تغير في لمين النهدي من تلك المرحله منذ السبعينات الى اليوم؟ والله ما تغير شيء، كبرت شويه وكاو ماذا بيا راني قعدت فك السن المراهقه محليه هذاك اللي لا يعوض، هو الطفوله، هو احنا الانسان شنو الحاجه اللي يشدها معناتها وتقعد معاه هي الطفوله، ذكريات الطفوله لا تمحى من الذاكره، الاخر كله راهو يتنحى بمرور الزمن. مازال تتعبر عليك نتاع صفات ذلك الريفي يعني البسيط اللي أي انا شوف انا بقدر ما المدينه غيرت فيك. انا شوف انا ما نسكنش في الريف، انا في الكاف، نسكن في اعرق حومة، معناتها الحومة القديمة في الكاف اللي هي حومة السوق، يعني كما تعرف الكاف مقسوم على ثلاثة، معناتها فما الحومة اللي معناتها اللي نسكن فيها أنا جات في أعلى منطقة حومة العربي، وبعدها يجي معناتها اللي بالقرموط وين دخل الاستعمار الفرنساوي، ثم بعد الاستقلال وهكذا. أنا نسكن في المدينة العربي المدينة الأولى، ولكن هذا ما يمنعش أنه عندي برشا أقارب وبرشا معناتها ناس نحبهم يسكنوا في الريف في الكاف. طبعا عندي حب كبير للريف، وطبعا معناتها انا كيف نمشي للكاف ونمشي للريف معناتها نتنفس النسمه الكافيه الباهيه اللي بالمجد نقيه، ديما نرجع للطفوله نتاعي، انا كي نبدا ماشي للكاف صدقني انه معناتها نبدا نرعس، نبدا فرحان، معناتها حتى اصدقائي اللي مشيوا معايا يقولوا لي لمين راك تتبدل وقت نشوفوك داخل الدوره نتاع الكاف، احنا بقعه هكا معناتها لانه تعرف الكاف مونتانيار معناتها جبال، جبل عالي شباب ياسر ياسر داير، معناتها من المدخل نتاع الكاف نعتبره من احسن مداخل بالنسبه للولايات، معناتها لانه معناتها فيه دي نيفو معناتها شباب ياسر وغابات واحد،
فكي نبدا داخل اصحابي يقولوا لي لما يخزروا لي يقولوا لي وجهك بدا يتغير بدي كي تدخل الكيف معناتها تولي تدخل معناتها في دنيا اخرى. شنو هي اكثر اغنيه ديما تردد في مسرحيتك كيفيه اللي تحبها ديما انت؟ برشا وما برشا اغاني احنا الكافيه نمتازوا بالغناء معناتها وبالفلكه وبالذمار وبال واضح واضح اي داير مع الناس برشا حاجات عندنا الذمار وعندنا القلب الكبير وعندنا الحب الناس والضيافه ما تعرف في الكاف راهو في ساعات تمشي الكاف تدخل قهوه وتلقى واحد قليل معناتها ما عنده مليم لا ويضيفك يقول لك يا اخويا نخلص نضيفك تشرب قهوه اما مش خلص انت راهو اما هو يضيفك معناتها الضيافه موجوده ما الاغاني والله يشوف انا اختي غنيو عندي ثلاثه اخوه بنات معناتها واحده منهم توفيت الله يرحمها اللي هي تعيش وكانوا كيف يبداوا يغنيوا مع بعضهم في الفرح تقول عليهم غير ما يستعملوا الادوات الصوتيه لا ما يستعملوش الميكرو ما يستعملوش معناتها اصواتهم ما شاء الله توصل فهمت يسمعوهم حتى من بعيد يعرفوهم اصوات اخوتي ثلاثه كيف يبداوا يغنيوا مع بعضهم تقول صوت واحد معناتها بما يذكرنا في الامريكان بالبلوز معناتها محليهم كل الاغاني نتاعهم فما ريم الفيالة فما سوج الحمام فما سمعنا مقطع سوج الحمام يا سوج الحمام يا ويا تعالى يا المباركة يا وزرقات عالو شام أبعين العرش الغالية كي خرج عيت تشوف تلقى حنا يما فيه الصفوف يرشق فيه الالوف على هم الزاين الغالية كي خرج عيت تبايع تلقى حنا يما فيه الربايع زينة عيت تبايع يا صغيرة وصايمة هي صغيره وصايمه صايمه محلال محلاهم الكلمات زاد انا نحب ياسر الاغاني في الكاف لانه يذكروني في الطفوله نتاعي ويذكروني في العائله داير كيما برشا مرات قلت احنا في الكاف في عائلتنا عائلتنا نومبروس عائله كبيره معناتها واسعه وعريضه معناتها وقت نعملوا فرح ما نجيبوش لا فرقه موسيقيه لا وتريه لا نحاسيه لا زكاكري لا مزاودي لا كل لا شاعر لا واحد يمثل كل موجودين في العائله. جميل يعني نتحدثوا على المسرح، شنو اللي تغير في المسرح في تونس من السبعينات الى اليوم؟ اي الاشياء تتغير بطبعها معناتها شوف فما كانت فما حركه كبيره في السبعينات هذا احقاق للحق وللتاريخ يعني كانت في بالك اخويا الكريم اللي كانت ثم 45 فرقة هواة للمسرح يعني في تونس اللي تويكا معناتها قليل معناتها اللي نسمعوا بهم كانت الفرق المحترفة داخل الجمهورية فرقة الكاف فرقة قفصة فرقة القيروان فرقة صفاقس فرقة معناتها المهدية وغيرها من الفرق معناتها اللي تحلت تويكا ولات مراكز للفنون الدرامية كذلك المسرح في السبعينات توصل حتى للسجون فما فرقة مسرحية كانت داخل السجن كانت داخل 9 أفريل وقدمت مسرحية وأنا كنت محظوظ شفت المسرحية هذه في المسرح البلدي واسمها العنوان المسرحية الرجوع لله والحاجة الحلوة في المسرحية أنه أنا حضرت وكنت داخل القاعة الممثلين اللي قاموا بالعرض اللي هم مساجين الأكثرية يحكيهم عائلاتهم خاطر فرصة بالنسبة لهم عائلاتهم كانوا متواجدين في القاعة ويبدلوا في القفاف ويمدوا لهم وكذا وكان عرض معناتها تري سبيسيال معناتها بحيث كانت فما حركه كبيره وبعد جاء المسرح الجديد وكانت فرقه مدينه تونس كانت تقدم في روائع المسرح العالمي وغيرها من الفرق توا يبدو لي انه فما التقهقر بالنسبه للناحيه هذه معناتها المسرح تراجع فما تراجع في سياسه معناتها سياسه ثقافيه كامله معناتها قبل ما تحطوا على السياسه الثقافيه كيفاش تشوف الجيل الجديد المسرح في تونس توا قاعد معناتها يعمل في مجهودات كبيره ويحاول قاعد يحاول معناتها انه يظهر انه ولكن مع الاسف معناتها كما احنا كنا مضروبين على يدينا معناتها ومقموعين وكانت اعمالنا مرفوضه وكانت عندنا سانسور في جرتنا معناتها كانت رقابه على رقبتنا كبيره ياسر بما يسمى وقتها بدعوه انه لجنه توجيه المسرحي وهي عمرها ما كانت لجنه توجيه فهي كانت رقابه معناتها لان كانت تمثل
رؤساء الوزارات الكل، وكنا نعاني ومنها انا برشا مسرحيه تترفضوا لي من خلال معناتها الرقابه. تويكا المشكله نتاع الفنانين الجدد والمسرحيين الجدد يعانيوا. مثلا هاو ناخذ لك مثال حي كم معناتها اللي هو الفضاءات، معناتها الفرق المسرحيه تويكا اللي تحضر عمل مسرحي ما عندهاش وين تقدم، لانه كل الفضاءات بما فيهم دور الثقافه اللي كانوا مهدات الى المبدعين ولو بالكراء. حتى التمارين تويكا باش تمشي انت تبرم في دار ثقافه ابن رشيق والا دار ثقافه في المهديه والا دار ثقافه في اي مكان الا تمارين برك الا ويدفعوا عليك معلوم اللي هو معناتها معلوم مشط. العرض العرض من 500 دينار الكراء نتاعو بالنسبه للعرض الواحد حتى ل 1000 دينار. اذا كانت تبدا فرقه جديده كما نحكيو الهواة والجدد هذوما، اذا كان فرقه ويبدا عندهم مسرحيه باهره ساعتنا انا نتفرج فيهم معناتها نقول محلاها، اما خساره وين باش تتقدم؟ هما بيدهم يتشكوا معناتها. هذا يلزم سلطه الاشراف تنظر للمساله هذه والدوله تنظر للمساله هذه. ما كانش راهو غدويك ما عادش تسمع بالمسرح اقعوا معناتها وفات له. هل ساهم المسرح التونسي في تكريس الدكتاتوريه ام بالعكس تماما؟ بالعكس المسرح دائما كان هو بالمرصاد الى انا التجارب حتى الخفيفه اللي انا نعتبر مثلا نصر الدين بن مختار مناضل في ميدانه معناتها. كنت تتذكر انت قبل الثوره بمده قليله كان يقدم اعمال في التلفزه فيهم نقد كما كنا احنا نقدم قبل كما كيفيانا. بالعكس المسرح هو مناضل وسيبقى مناضل معناتها، هذا لا رجوع فيه. ما فماش مسرح مسرح السلطه، ما فماش سان اكزيستو با في تونس. ما كانش تم مسرح السلطه. نعم ما كانش تم مسرح السلطه قلت انت. لا ما فماش هو حتى الفرق اللي تمول فيها مباشره الدوله كما فرقه مدينه تونس فهي خارجه على يعني ما هيش في اختياراتها في المسرحيات اللي تختارهم او المخرجين او التعامل مع كذا عمرها ما كانت وضعت الى قوانين معينه. المثقف في تونس يعني قبل الثوره وبعد الثوره يعني شنو تغير؟ وهل تغير الى الايجابي ام الى السلبي؟ شوف انا يظهر لي طبعا دائما دور المثقف هو دور ايجابي، يبقى دائما دور ايجابي، ولكن يبدو لي انه المثقف اصبح مهمش. انت تويك المثقف مهمش، لا ما بيده حيله معناتها، لا مشارك معناتها في القرار السياسي ولا مساهم وكانه معناتها غير موجود معناتها في الساحه السياسيه. هذا اللي اختر. احنا نشوفه مثلا حتى على مستوى الاختيارات معناتها المسرحيه ولا الاختيارات معناتها ما فماش المثقف غير موجود، وخاصة منهم المسرحي المبدع المسرحي غير موجود في القرار السياسي. أيضا هناك الآن المسرح يعني عنده صدى كبير في تونس والأعمال الدرامية أيضا التلفزيونية، السينما أقل حظ، يعني هذه الفنون الثلاث أو الأنماط التعبيرية الثلاث هل يمكن أن يعني تشكل ثورة ثقافية جديدة في تونس؟ اكيد معناتها تو يعني المواضيع المطروحه في الاشكال وين هو المواضيع تغيرت المواضيع اي تو هو المواضيع المطروحه لازم تكون اكثر جريئه واكثر تكون معناتها معناتها تاخذ موقف، لانه تويك الاعمال اللي شفناها الكل بعد الثوره كانت حكيت على الثوره. الثوره تعملت سيفني ما عادش نحكيو على الثوره تو، هي الاعمال اللي نوعا ما نجحتش هي اللي حكيت على الثوره، لانه الشارع التونسي ولا يحكي على الثوره اكثر من المبدع نفسه معناتها، سواء كان المغني او يعني اللي منعوا قلائل، اللي منع مثلا الشاعر الكبير المرحوم الصغير ولاد احمد في اقتراحاته معناتها، اما اللي بدا رجع للشيخ الامام ورجع للاغاني الملتزمه القديمه الكل ما تقهقر ما نجحش. فنلقاو المثقف هنا يلزم يحرص كل الحرص انه يقدم اعمال، اولا وبالذات فنيا وجماليا لازمها تكون متطوره، وثانيا على مستوى اختيار المواضيع هنا معناتها السؤال المطروح. اي في الموضوع الجماليات يعني المشكل انه قبل الثوره المواضيع التي كانت تطرح في المسرح يعني حتى التلميح والاشاره كانت تؤدي الى معنى، اليوم يعني وقد يعني اصبح كل شيء مباح
والحرية أن تقدم ما تريد على المسرح، هذا يصعب من موضوع المسرح اليوم ويسهل؟ هو يصعب، بالعكس ما يسهلش، لانه هنا لما تكون حريه مطلقه تولي الجانب الفني صعيب. هنا الفنان الحق باش يظهر، الفنان الحقيقي اللي عنده في زاده بالمجد الموهوب خاصه اللي عنده امكانيات فنيه كبيره يظهر، واللي مازال متكي على الشعارات ومتكي على الاشياء اللي زعمه رنانه والكلمات الرنانه وما عندوش زاد معناتها فني باش يضمحل باش يغيب. لما النادي غير مواضيعه، انت قلت انه أن توصل مواضيع جديدة، غيرت مواضيعك ولا ما زلت تفكر في هذه الآن؟ والله شوف، هو النجاح سر ليلة على دليل، أنه ما حكيناش على الثورة ساعة، لأنه أنا وقت اللي عملت وهذا معناتها موقف معناتها شخصي معناتها وإيمانا مني أنه مانيش باش نحكي على الثورة، لأنه الثورة احنا حكينا عليها قبل ونادينا بها وناضلنا من أجلها وقلنا شعارات كبيرة والشارع التونسي كله ودخلنا حتى للسجن، ولكن بعد الثورة قلنا ما هو المطلوب من لامين نهدي أن يقدم، فقدمنا مسرحية واعتمدنا أساسا على الضحك اللي هو نعتبره انا اكبر ثوره، يعني انك تخرج من الناس من ديارها في الازمه هذه، في الستريس هذية، في الاعصاب المتوتره، سواء كان في التلفزه والا في الشارع ولا كذا، وتضحك العباد والعباد تروح معناتها فرحانه اسعاد الاخرين، هذا هو النجاح الكبير. وهل يعني نجاح لمن نهدي في ان يبقى كما هو ام يغير في مواضيعه؟ لا اكيد المواضيع بالطبيعه تتغير. هو شوف انا كيف بديت في المسرح، يعني ما نحكيش على فرقه الكاف ولا فرقه مدينه تونس ولا تجربتي مع المسرح الجديد في عرب اللي هي كما قلنا مختلفه. احكي لي على جيلك خاصه. اي جيلي انا راهو معناتها جيلي انا تويكا تلقاه متواجد على الفرق المسرحيه الكل، والاسماء عديده ومتعدة، والجيل نتاعينا ناجح ومتواصل الاعمال نتاعو بدرجات متفاوته ومواصل للمسيرة نتاعو. بقى توا احنا الإشكالية اللي عندنا او اللي صح التعبير، المشكلة اللي عندنا الكبيرة واللي خويا وليد نحب نعاود نرجع لها واللي نقول يلزم نخزروا لها معناتها بعين الاعتبار، هي راهو اذا كان باش تتواصل مسألة الفضاءات هذه ومسألة الكراءات ومسألة على خاطر شنو الدولة تعطينا دعم من هنا، مش لي انا بيان سور، خاطر انا عمري ما خذيت دعم من اي جهه كانت، انا لمين نادي واللي عنده يقول عكس هذا يقول لي انا عمري ما خذيت دعم لا من وزاره لا من بلديه لا من ولايه لا من شخص لا من سبونسور لا منك انت لا من التلفزه لا من حتى واحد بحيث انا نخدم من نفسك بنفسي مؤسسه بنفس. انت هي. البعض يقول انك صرت مؤسسه قائمه فعلا. هو شوف انا كيف نقدم مسرحيه في كرتاج قبل الكرتاج فما بعض المهرجانات يعملوا لي تليفون يا سي لمين جاه ربي اجانا الصيف هذايا، علاش؟ على خاطر راهو المداخيل نتاعك انت باش نخلصوا بها فلان فلان. هذيك مغلقه معناها اكيد معناتها لانه فما اقبال كبير وخاصه اقبال من ناحيه العائلات، العائلات تخرج وتجي لمين نهدي ونحاول معناتها نلم العائله اكثر ما يمكن، معناتها انا ما عنديش مشكله مع العائله لانه نحب العائله ومولود في العائله واحترم العائله، ولكن نحب العمل نتاعي يكون راقي حتى نرتقي بالعائله هذيك اللي جايه تتفرج فينا. ف أن المهرجانات بالنسبة لي أنا باب كبير إن شاء الله معناتها ما يوليش زاد هو بالكراءات وتولينا مشكلة سينون باش نخفوا. من نهدي يعني أنت جيلك يعني خلط عليكم ربما بناء الدولة الوطنية والجيل اللي عاش مثقفين في عهد بورقيبة ثم عهد بن علي ثم الثورة، يعني الجيل نتاعك ما فكرش اليوم يجتمع ويأرخ إلى الثورة التونسية عبر المسرح بمسرحية بعمل ضخم كبير يقدم إلى العالم. ان شاء الله علاش ليه معناتها هذه هذا احنا نستناو فكره، هي شنو يحتمل انسان تجيه فكره ويقترحها، وانا اعتقد انه وانا متحقق اللي كل الفنانين وكل الممثلين اللي بالمجد اللي يحترموا انفسهم والممثلين اللي بالمجد يحبوا يخليوا حاجه للبلاد هذه ينجموا يتلمدوا كلهم في عمل مسرحي كبير، فما الامكانيه، تبقى اشكون باش يقول معناتها صاحب الفكره
وشكون باش يمول هالمشروع هذا، لانه مشروع ضخم، مشروع كبير. علاش ليه غدويك مثلا المسرح الوطني؟ المسرح الوطني ما يجمع من دور المسرح الوطني، لانه يجمع برشا ممثلين كما عمل قبل، لانه كانت تذكر تجربه نتاع مسرحيه عرب، هي جمعت زاد الطاقات لا باس بها. فما تلقى لمين نهدي من هنا، جليله بكر مغادي، فاطمه بن سعيدان، الفتحي الهداوي، فزهيره بن عمار الممثله الكبيره هذيك، فجايين من فرق مختلفه، وعملوا عمل كبير ياسر اللي تور سخ في ذهن المتفرج، خاصه المتفرج العربي. صدقني انا وقت نجول داخل معناتها البلد العربي ونقول يقولوا لي منين انت، يقولوا من تونس، يقولوا لي مسرحيه عرب، معناتها بالنسبه لهم مسرحيه عرب مسرحيه كبيره ياسر ياسر، كيما مسرحيه اخرى طبعا. ان شاء الله ان شاء الله معناتها الفكره هذه توصل خاصه للممول، خاطر احنا ما ينقصنا هو الممول حتى نحضروا، لانه المسرحيه هذه ما تنجمش تحضرها في شهرين، ما تنجمش تعمل مسرحيه من نوع هذا سير كوموند. احنا عرب تحت الطلب ما تنجمش، تي بابا معناتها احنا في عرب قعدنا عام وثمانيه شهور نحضروا في مسرحيه. انت قداش تبقى تحضر في مسرحيتك؟ عام وشهرين، عام وثلاثة أشهر، معناتها ما أقلش، معناتها ما نجمش نحضر مسرحية في شهرين. هل كنت من المستفيدين من النظام السابق أم أنك كنت أكبر من النظام في ذلك الفترة؟ قلت لي ما استفدت أنا لا في النظام السابق ولا اللاحق. ما استفدتش أنا من أنا قلت لهم من هاك العام، قلت لهم نهار تيجي ونرقى القاعة فيها أقل من 500 متفرج ما عادش نعمل مسرح. أنا ما يغنيني هو الجمهور وما يفقرني هو الجمهور. أكهو هذا النجاح الفني هل يقابله فشل على في الناحيه الاجتماعيه؟ والله لا، الحمد لله يا ربي وليداتي ناجحين، محمد علي هاكم ريتو معناتها تبارك الله قاعد يبدع وقاعد يقدم في اعمال، حتى الاعمال السينمائيه اللي قدمها 40 جائزه في البروجي المشروع نتاعو الشريط قصير جاب 40 جائزه عالميه. وليد كذلك شاهد مزيته كي شاهدته على التلفاز وعنده زاد مشروع حضر فيه. الحمد لله معناتها عايلين لاباس، معناتها الحمد لله يا رب. البعض يقولوا انه يعني لمين النهدي موهوب، اما فكره انه يستعمل ربما يساعد اولاده باش يدخلهم للمشهد المسرح نوع من يفرض فيهم على الناس، يعني مساله يقولوا انه على لمين النهدي انه يتنصل منها احفظها. لا لا، العباد يقولوا اللي يحب، ولكن فما عباد اللي يتمن بامكانيات وطاقات اولادي، وفما عباد يصطادوا في ماء العكر وماذا بهم لا وماذا بهم هما، معناتها الغالب. ولكن انا ديما نقول الاقربون اولى بالمعروف، هذا من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه راهو لولا كان ما لاحظتش اولادي موهوبين ما نعاونهمش، انا كان ريتهم موهوبين في حاجه اخرى نعاونتهم في حاجه اخرى. اما محمد علي موهوب معناتها في التمثيل في الاخراج وانا قلنا معناتها في الشريط السينمائي اللي هو مولو معناتها بامواله الخاصه، البروجي المشروع الشريط القصير مولو وتويك قاعد يحضر في حاجه كبيره ياسر ياسر اللي ان شاء الله باش تتعدى في قناه التاسعه، اللي هو مشروع كبير ياسر ياسر معناتها الصندوق الاسود، وبشهاده كل الناس اللي شافوا الحلقتين، لانه نصور حلقتين من اروع ما يكون صدقوني، معناتها مش خاطر ولدي وصوره جديده مخالفه للشيء اللي استانسنا به معناتها سنوات، لانه منذ سنوات استانسنا بالصوره هي ولكن تويكا معناتها بالجيل الجديد محمد علي وغيره معناتها قاعدين ان شاء الله معناتها رمضان هذا باش قاعدين نشوفوا في اعمال اخرى، اعمال مخالفه للشيء اللي استانسنا به والفناه وسئمناه في نفس الوقت. انا الشبان هذوما كلها نقول بما في محمد علي بما في ولدي اللي هما معناتها ديجان ان شاء الله معناتها يلقاو الارضيه معناتها يلقاو الراحه، لانه احنا قبل ما لقيناش الراحه لقينا برشا تعب. شنو اللي تغير في مسرحيات لمين النهدي في اعماله لما جاء ولده الاخراج؟ فما ان كوتي معناتها حلو ياسر اللي هو فيزويل، خاطر محمد علي هو سينمائي بالاساس، اضاف الصوره السينمائيه للصوره المسرحيه اللي هو كما نعرف أنه المسرح هو أب الفنون يجمع الفنون كل بالضبط. ولكن كان في بعض الأعمال بما فيهم المكي وزكية اللي كانت تفقد الناحية ذي الجمالية من والناحية الصورة السينمائية اللي حققها محمد علي في سواء في سردوك الريشو، مسرحية سردوك الريشو، وإلا في ليلة على دليل، هذه الإضافة جديدة. وأنا ديما نقول إذا كان مخرج ما عندوش إضافة معايا ما نتعاملش معاه. هو معناتها نحب نقول لك حاجه اخرى بالنسبه للسنه، مثلا برشا اعمال تلفزيون معناتها اقترحت عليه برشا مخرجين، اقترحوا عليه عده اعمال لا فايده في ذكر شنو العناوين،
خاطر ما يتنرفزوا بعض كيفاش وكذا، قال لمين نهار كامل فهمت ينقد فينا وعد. عملت تلفزية اي وعلاش رفضتها؟ رفضت لانه اولا وبالذات عندي برشا عروض مسرحيه، مازلت كي جيت انا راني مازلت كي جيت من برا، انا كنت ومحظوظ كنت في ما في 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 نيس في جنوب فرنسا، قدمت عرضي للمسرحيه المعتا الناجحه والجماهيريه ليله على دليله اون باراليل وقتها الفستيفال دو كان مهرجان كان يعني، وتخوفنا شويه قلنا بالك شي الجمهور معناتها خاطر عنا برشا تونسه مشاو المهرجان كان معناتها لانه مهرجان عالمي مهرجان كبير، ولكن معناتها شاونا برشا للعرض المسرحي وكنا ننتظروا في جورج كلوني معناتها باش يجي يحضر لنا المسرحيه. لمين انت حكيت على جوله مسرحيه ليله على دليله، خلينا نشوفوا المسرحيه هذه في الجوله في كندا وفي باريس وفي دبي. كي نقولوا ملك الكوميديا في تونس بالطبيعة نقولوا ليمين النهدي. اسني ليمين احتفل بطريقته ب 40 سنة مسرح 40 سنة نجاح. بلا نسمع مرة أخرى على خاطر. ثم صرخت وصرخت. أمك هذيك تعرفها؟ يعرفوها. كارتاج مش غريب على ليمين اللي يعتبر من الفنانين القليل اللي بريسك جل أعمالهم المسرحية تقدمت على خشبة فضاء مسرح كارتاج وأمام شبابيك مغلقة. السنة ليلة على دليلة خليت لعبين ما يقارب مدة ساعتين تبكي بالضبط. ريسكوتا دانا طار الشارع يا ملك. ليلة على دليلة افتتحت كذلك الموسم الثقافي الجديد بالمسرح البلدي بالعاصمة، وكالعادة الضحكة كانت في الموعد. صحة ياسر شيخنا بالكدي عادينا سواري باهي نصلي على النبي وربي يشدو بصحة بدنه أهم حاجة هذاك شنو نجمو نقولو لامين سي لامين يا لامين بي لي زوطخ وحدو لامين والله ماش كيف أنا خصوصا جيت من باريس باش تفرج في لامين تبارك الله عمري ما ضحكت كيف اليوم طيارة برشا يعطيه الصحة يعطيه الصحة وكل عادة مفرحنا ويفرحنا أنا أول مرة نحضر أول مرة نحضر في مسرح حي نستنى فيها ديجا عجبتني معناتها عادينا جو باهي وضحكنا وفرهدنا داريت العلامات هذوكم هك النظر قلبي هذاك نتاع كيبيك والاخر اللي فيها الورقه هذاك نتاع كندا كل لمين النهدي فماش مسرحية ما قدمهاش في مونغريال ولا الكيبيك ولا في أوتاوا. من المكيوزاكية في التسعينات الليل على دليلة 2015 مروراً بفيها كسر دوك نريشو. يا سمير مراح بالبوية يا سمير كلميك بربي تسير مراح مروش تقبيلة تعقلها يصبر سمية مروح للدارس من كندا مباشرة لدبي وين كانت الجالية التونسية في انتظار الفنان القدير لمين عرض عالمي في مدينة عالمية. من دبي لباريس قاعة الباتاكلون عرض فيها أكبر الفنانين في فرنسا لمين أمام تحدي جديد.
حسب الرهان تسكر وفات بل نهاري. 1100 مقعد، 1100 تونسي وتونسية توحشوا ريحة البلاد. لمين ضحك، انقد، غنى، واشتح ومتع التوينسة خارج أرض الوطن. طبعا تاخد موين تاخد؟ هكو قاعدين تركضوا بالتالي. يعني كان هذا التقرير جولة لمسرحية ليلى على دليلة في كندا وفي باريس وفي دبي. كيفاش كانت العروض هذه خاصة في أوروبا؟ والله شوف إيه، احنا بدينا من الأول أنا فتحت الباب هذا اللي كان مسكر نوعا ما أمام المسرح، مش أمام العروض الفنية التونسية، لا أمام المسرح. كانت فما فرق موسيقية تخرج وتمشي وتتجول خارج أرض الوطن، يمشيوا خاصة فرنسا، ألمانيا، إيطاليا كذا. ولكن جيت أنا بمسرحية ليلى على دليلة، وجيت مسرحية في أكسردوك الريس والمكتبة الزكية، فتحت الباب هذا للمسرح، ولا فما إقبال على المسرح. يعني من الأول وقت مشينا بالمسرحية العباد مازالت ما فهمتش شنية هذه مسرحية وفيها ممثل واحد. مشينا للكندا، دينا بالكندا. الكندا نقدموا في موريال، كيبيك، أوتاوا، اللي هما معناتها بلدان فيهم الجالية متاعنا ماهيش كبيرة، ولكن جالية نخبة الجالية متاعنا. وثم اتفتحت الأسواق الكل، فرنسا، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، وبدينا ندوروا. يعني من المكي وزكية السردوك الرئيس وعمل تقريب 60 عرض خارج الوطن، وجاءت ليلة على دليلة عملنا 110 عروض معتها في الأماكن هذه كلها معتها وتونس. صنع ماشي معك معنا. ماشي جاي، ماشي معي وجاي. لمين أيضا يعني بعض يلوموك أنك كما قلنا بكري يعني سمعنا أنه تم عمل مسرحي أنت تنجز فيه لمجموعة من الشباب. لا لا لا, لا مش صحيح. عادي مسرحية، شوف فما سناء باش نعمل تجربة. أنا ديما نمن، شوف نمن بالحاجة الجديدة، ونمن بال 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 بالإيفينمون، بالحدث. أكريت الأعمال متاعي كيف تخرج المسرحية تخلق حركية كبيرة معناتها في البيت، والأعمال اللي تخلق حدث قليلة ونادرة في تونس معناتها. أو فما فرق تقدم عروض. شكون يخلق الحدث؟ لمين نهدي؟ مش لمين نهدي برك، لا ما نقولش لمين. فما فضل الجزيري، فضل الجعايبي، فما توفيق الجبالي، فما عدة منصف صايم وقت اللي كان معناتها في اعماله المرحوم عزين قنون كذلك. وفما حتى الجدد معناتها ساعه ساعه في الايام المسرحيه تلقى مسرحيه خلقت الحدث. جعفر القاسمي زادك يعمل المسرحيه نتاعو هذيك، وان شاء الله جعفر يرجع لنا المسرح خاطر شد في ثنيه اخرى وخلينا المسرح. هذا هو معناتها كيفاش الواحد يخلق الحدث. فشفنا انه المكي وزكي خلقت الحدث. جيت انا المره هذه قلت اثناء في بعد الصيف هذا في اواخر الصيف هذا شنو باش نعمل؟ باش نقدموا مسرحيه، يعني باش نعمل مهرجان لوان ما نشو للمين نهدي. معنى ذلك مسرحيات مش قدم فيه ثلاثة مسرحيات على غالب ما نجمش نخلطوا باش قدموا المسرحية جديدة، لأنه فما طلبات كبيرة على مسرحية ليلة على دليلة. ولينا أجلنا العمل الجديد للعام الجاي، ولكن هذا ما يمنعش أنه باش نقدموا ثلاثة مسرحيات. باش نقدموا المكي وزكية، المكي وزكية، ثم الرتح نهار، وبعد قدموا سردوك الريش والرتح نهار وليلة على دليلة. والعملية ذي الكل باش تكون زادة داخل الجمهوري، يعني مش في تونس مش في تونس العاصمه برك، يعني مش في مهرجان كارتاج برك، ولا على هامش مهرجان كارتاج، باش تكون في كارتاج، باش تكون في سوسه، وفي الكيف، وفي القصرين، وفي سليانا. يعني باش يكونوا هالثلاثه اعمال هذوما مهرجان الوان منشور الى ميناندي، باش يكون زاد موزع داخل الجمهوري. ملك الكوميديا. لما نهدي مش نعرضوا لك مجموعه من الصور تعلق عليها. وانا نعلق في الشغل، انا قاعد كان نعلق. اعطينا الصوره الاولى عليها. هذا يا اخونا صديق ناس توفيق جبالي، مناضل هذاك راهو، والله العظيم ما يعرفوش العباد، وعنده مش كلام الليل برك، حتى كلام في النهار زاد تبارك الله عليك. شنو تقول له توفيق؟ مسرحي ممتاز معناته،
وصاحب نكتة لاذعة وتبركل عليه ما صديقنا. صار فصل بينك وبين اختياراتك وبين اختياراته على أساس هو مشى للمسرح النخبوي وانت مشيت للمسرح الشعبي. لا 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 عمره عليش هو ما يعمل في مسرح شعبي ولا حتى الاسباس بتاعه ديما معبي والعبيد يجي وتحضر وعمله متواصلة ومتجدد وكل مرة يبحث وعاتي فرصة لليجان وبليس معناتها عنده مدرسة يقري فيها في المسرح مع عليه مع العكس. فماش مشكلة. لا لا فما حتى مشكلة مشاكل في أذهان العبيد. الصورة الثانية. صديقي عاد هذايا. فاضل الجعيدي. سي الفاضل الجزيري. هذاك سي الفاضل الجزيري. سي الفاضل ومال. شنو يقول؟ نحييه أنا ديما أنا نحبه الفاضل لأنه تعاشرنا وأنا ننظر بالعشرة في المسرح راهو. والمسرح يعاشر راهو مشكلة التلفزيون والسينما. السينما ما يعاشرش. خاطر مخرج يلم كمجموعه بوندون اموا ويمشيوا على رواحهم التلفزه كيف كيف. انا كنت مخرجين في التلفزه كان يعرفوا لي فيجوران اللي خدموا معاهم بالخطا ما يعرفوهمش فهمت. اما في المسرح حتى البواب حتى العساس بمنه باش يعاشرك عام وعام ونص تستانس به. اما كعلي هذاك اللي واقف في الباب كل ما تجي خارج دي الاربعه تاع الصباح تصبح الاخير عام عليه يوميا بوندون معناتها عام وثمانيه شهور ولا عامين فات سنه بحيث هنا المسرح هو اللي كون العشر. هذا يا راجل معناتها عندي به عشره خدمنا في الكريته مع بعضنا هاك المسرحيه القمقومه هذيك مع صاحبه الفنان القدير فضل الجعايبي وكذلك معناتها خدمنا مسرحيه اخرى لا تمحى من الذاكره اللي هي مسرحيه عرب وكان معناتها وكان ممثل معي الى جانب انه مخرج ومؤلف كان ممثل معي. شو مقام ذكرتك في مسرحيه عرب؟ كل بدون استثناء حتى الحصان اللي مات حصانك اليورك هذاك في وسط الكاتدرال وك المغامرة الكبيرة هذيك معناتها يقعد في الذاكرة معناتها قلت لك معناتها العشرة فهمت. هي الغابة اللي دايرة بالكاتدرال الدروج نعرفهم قديش حسابهم كرخامات المقهى اللي بحذانا حتى حتى الاسباس اللي قدام الكل نتذكره بالمتراج معناتها لأنه عام ثمانية شهور وأنا غاديك معناتها صيف وشتاء دخل علينا صيف وعاود شتاء وعاود شتاء رجع مرة أخرى. الصورة الموالية حقيقي بالمناسبة معناتها فرده ولقات اخته فضل الجعايبي وفضل الجزيري. اي هذا سي ان كرون مسيو معناتها فضل الجعايبي عرسه كبيره من عرس مقوش المسرح لانه اكبر من المسرح شويه لانه هو يخمم في المسرح زيادة مش يعمل في المسرح برك. فما ناس يعمل في المسرح مش يخمم في المسرح هو يخمم في المسرح. انت تعمل في المسرح ولا تخمم؟ انا نخمم ونعم في المسرح ليدو وهو حتى هو كذلك. ليش نشوفوا مره يعني الاسماء هذه تجتمع في عمل جديد ان شاء الله ان شاء الله. انا قلت لك المسرح الوطني ينجم يقوم بالعمليه هذه وفضل الجعايبي قادر على الشيء هذا لانه هو تو المدير المسرح الوطني. اي معناتها والمسرح يعني رسالة الوطني رساله توجهها له في الاطار. علاش ليه فضل الجعايبي ينجم معناتها يجمعكم من جديد ويجمع وينجم يعمل حتى خير من عرب لانه فما برشا ممثلين اخرين جدد وفما الامكانيات الماديه لانه في عرب راهو خدمنا بلاش فلوس معناتها. نعرف ثم ممثلين جدد اما تخاف انه نجوميه هذه الاسماء تصعب مساله انه يجتمعوا في عمل واحد؟ لا ما نتصورش تصعب معناتها. نجم نشوفوا لمين نهدي مع الجعايبي ومع الجزيري علاش ليه احنا كيما قلت لك انا خدمت مع فضل الجعايبي في الكاف. تو انا نعرف اللي خدمت معاه. شوف في الكاف خدمنا عام 70 عملنا مسرحيه اسمها مواقف سانتا ليزاكت سون بارول وهذا مسرح الشارع وقدمناه في الشارع. يعني كنا نخرجوا ننزلوا شلاقاتنا وملاقاتنا ونجيوا في الشارع في بن عنين مثلا في الكيف ونقف انا وسي شادي الورغي والمرحوم محمد بن عثمان ونمثلوا وحلقه تدور بينا في الشارع. هذه عملناها مع يعني بعد ستاج التربص اللي عملناه مع فضل الجعايبي في الميم والبونتوميم والكوميدي ديلارتي وغيره خرجنا عملنا امتي سبيكتاكل خاطر هو معروف فضل الجعايبي كل ما يعمل ستاج مع ممثلين يخرج منهم سبيكتاكل. وبعد تقابلنا في مسرحيه الكريته معناتها عمل الاخراج لمسرحيه الكريته وهو وصديقنا فضل الجزيل وبعد في مسرحيه عرب. علاش ليه قادر انه تو معناتها يركح اللعب شويه لانه ثم المسرح الوطني قاعد يمر ما نقولوش بازمه مع بغليان نوعا ما معناتها الامور مش راكحه فما لي بور فما لي كونتر فما وحتى واحد ما يهني الاخر معناتها يلزم معناتها وراه يلزم قايد سفينه يكذب عليك ما فماش مش الناس كل تحب هذا العمل الجماعي نتاع الناس كل تهز الطاوله هذه يفركوها من بعض كل واحد مسؤول واحد نجم يشوفوا يقول شد مغادي والاخر يقول لك رد بالك وفما اللي يهز نجم يكون لمين نهدي مدير المسرح الوطني؟ لا ولا صعيب؟ لا
انا ديما نفضل نكون على الركح، ما نحبش نكون وراء بيرو واداره ونصح في فاتورات واذا جاء بكري واذا جاء مخ، هذه امور ما نجمهاش. اعطونا الصوره اللي بعدها. منصف السويس، اي الاستاذ منصف السويس، اي ربي يشفيه. انا والله اليوم قبل ما نجيك شفت صوره تجمعني بالاستاذ منصف السويسي ودموعي هبطت والله، لاني تفكرت الرجل هذا قديش زاد ناضل في المسرح وقديش تعب. انا نتفكر وقت اللي كان في فرقه الكاف وكانت سهريه للصباح وكانت العباد معناتها بليش فلوس تخدم جاي، معناتها انا قعدت عام كامل فرنك لي عمري ما نهار وما سالتش دايو، لاني معناتها مرتاح اني خدمت مع السيد هذا اللي حبه في العمل تاع انكرو مسيو. ها حب وقتها كانت حب في المسرح ما فهميش. انا نتذكر مره قعدت 38 ساعه ما رقدتش. من هذه نجم يقدم تو عمل بلاش او يشارك في ورشه او شيء بلاش؟ نجم صعيب. اذا كانت تعجبني، اذا كانت تعجبني بل بالعكس نجم نزيد. انا وقت عجبتني مسرحيه عرب زدت من عندي 10,000 دينار اللي تو ما خديتهمش بين قوسين، فمثل نزيد ما فهمش مشكل. انا اخترت المهنه هذه خاطر نحبها مش خاطر هي تحبني، هي حبتني بعد. الصوره اللي بعدها السيد محمد ادريس. خسرنا ان جراند دراماتورج. وي انا كي نشوف محمد ادريس نتفكر الروائع نتاع المسرح الجديد. انا نتفكر وقتها العرس وهو كان على كلبان ويتحرك ومعها الفنانة القديرة الكبيرة جليلة بكار، وبعد نتفكر التحقيق ونتفكر ليه ونتفكر غسالة النوادر. شكون القليم اللي مازال يكتب هك هك المسرحية هذيك اللي عملت منعرج في 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 مفهوم المسرح التونسي، معناتها المسرح الجديد بالحق. خسارة خسارة. نقول هذوما ناس كليتهم الإدارة، فهمت، جبدتهم الإدارة. علاش تو سألتني قلت لي تنجمش؟ أنا ما نجمش. كان خارج الإدارة يكون أفضل. شوف كان يكون أفضل، احنا حاشنا به خارج الإدارة خير من يكون في الإدارة. الصورة اللي بعدها روف بن يغلان. ها روف دورها سياسة تو. باهي باهي في السياسة، جاي بروحه معناتها، فهمت، ينجم يلقى بلاصتو معناتها وينجم يفيد القطاع راهو، على خاطر غيور على القطاع ويضرب على الطاوله ويتكلم وكشكش وخارجه وكومباتيف ما يخافش معناتها يقدم. ما نجموش نشوفوكم في عمل مشترك؟ علاش ليه؟ معلش ليه؟ ولو انه كل واحد في الريجيستر نتاعو، هو الريجيستر تراجيك، انا في الريجيستر كوميك، ولكن انا نجم نعمل كوميك وتراجيك، كما هو اون بون ديريكسيون معناتها مع توجيه صحيح ينجم لي كابابل، خاطر ممثل مش خايب. الصوره اللي بعدها استاذه جليله بكار. جليله محلاها، تربطني بها علاقه كبيره ياسر ياسر، علاقه احترام وقدر وبالمجد. انا كيف انا كيف نشوف جليله، شوف كي نشوف جليله عندي برشا مريتاش على الركح، اما كي نشوفها حتى في القهوه ولا في ساعات نتقابلوا في مناسبه معينه كذا ونشوفها في صحه جيده نقول المسرح بخير، لانه هي مناره المسرح التونسي، فهمت، التجارب اللي عملتهم من وراي مرأة مناضلة، راهي مشيت لفرقة قفصة هاك العام وكانت المجموعة كاملة في فرقة قفصة تعيش بالشهرية بتاع هاي كل فاضي شعيبي والجزيري وسمير العيادي الله يرحمه وفرحة يمون الله يرحمه والطرح الكل وقت اللي عملوا هاك الروائع زي انت فرقة قفصة من الأول ما سيرة محمد علي وعملوا شحاو الشرق الحائر وعملوا بعتك المسرحية الأولانيين هذوك نتاعهم كانوا كلهم يعيشوا بشهرية المرأة هذه. هذه مناضلة وممثلة قديرة، ممثلة قديرة، ولو أني معناتها تخاف شوية من الكوميك خاطر في عرب مشيت شوية للروجيستر هذايا ولكن خفت منه، معناتها خفت تظهر ريديكول خاطر سيريبرال برشا هي معتد كل حاجه تقرا لحسابها، ما مش كيف ممثلين اخرين بحشيش وبريش ولا روحو. عندك كيف انا مثلا ربما رغبه انك تكون انت وياها على المسرح؟ علاش ليه؟ علاش ليه؟ احنا نجمو نعملو كوب حاجه لو كان نلقاو معناتها شكون فما، هي مسرحيات عالميه معناتها في الكوبل، اما انا وياها الدنيا معناتها تقف على ساق واحد. واضح. الصوره اللي بعدها منى نوردي، حتى منى ممثله باهيه معناتها كليت التلفزه وحسنا بها في المسرح، غمتها التلفزه التقطتها انت في فتره من فترات، ولو ان هي رفضت ما حبتش النقد بتاعي ما انا نقدتها معناتها نحبها، وكان كل ما نحبهاش راني كيما تو نجم راه نقول
بارك الله فيها وتعدى، ولكن نحب نتكلم عليها خوفا عليها زاد معناتها فهمت، لانه حشت بها في المسرح زاد في المسرح الترجه خذتها لنا من المسرح يا حبذا ترجع فك الروائع نتاعها في المسرح. الصوره اللي بعدها كمال عدد يا اونسيان كومباتون هو صحيح من قدماء مسرح فرقه المغرب العربي. انا وقت خذيت النادي المسرحي التابع لدار الثقافه بن رشيق لقيته هو وقتها موجود وكون فرقه المغرب العربي كان هو معناتها موجود وشارك في مسرحيه الكريتة بدور معناتها الدور الجمعي في مسرحيه الكريتة وثم بعدش مسرحيه اخرى اسمها القافزون كان دور بارز في مسرحيه القافزون وممثل تلفزي غول معناتها ممثل كبير معناتها التلفزي خذته من المسرح لا هوك يعمل المسرح لا أوك عنده يعمل وين مانشو يظهر في المسرح ويظهر في التلفزة وهذا شيء باهي معناتها في المسرح أقل شوية في التلفزة أكثر يظهر معناتها ولكن هذا ما يمنعش أنه ممثل ينجم ينجح في الزوز. يعني لمين لما نشوفوا الأسماء والصور اللي مررنا بهم الآن تحس أنه المسرح التونسي قوي وبخير؟ قوي المسرح أنا قلت لك الشيء اللي مش قوي هي السياسة الثقافية مش قوية في بلادنا. كيفاش راو احنا شوف راو يبغضونا في داخل بلدان اخرى يقولوا كيفاش عندكم مسرح هكا انتوما في تونس كيفاش عندكم التنوع التلون في المسرح راو كل تظاهر نعملوها خارج تونس ونمشي ولكن المهرجانات في البلدان العربيه نروحوا بالجوائز كل ورغم الامكانيات اللي على قدها معناتها راو حتى الدعم راو اللي يسمع يفزع واللي يطل يهرب معناتها يوسف دعم ودعم رايح كيفير اقل دعم تاخذ في وزاره الثقافه ساعة. بين الوزارات وخاصة المسرح والمسرح يقول مسرح والسينما فهمت هم أقل معناتها بيجي تو كي تسمع فرقة فيها 10 ممثلين ومش تحضر مسرحية لمدة 5 شهور وماخذة 15000 دينار مش فضايح هذه معناتها شيء يضحك راهو 15000 دينار راهو فما عباد يسهروا بهم في الحمامات تو كان تمشي تو بعد رمضان وتصرف حمامات بدون ذكر الاماكن تو تلقى الناس يسهروا ب 20000 دينار في الليل وهذه معناتها تاخذوا فرقه كامله فيها مؤلف وفيها ممثلين وفيها مخرج وفيها معناتها كراي وفيها سي ريديكول معناتها. الصوره الاخيره الله يرحمه الله يرحمه صغيراتنا بالمجد صغيراتنا خل عليهم فراغ كبير الصغار بتحكي لي عليه انا على الموهبه ايه. انت قلت لي بكري من نهدي الموهبه موهوب حتى ايه. هو موهوب رغم اللي حصر روحه في دور واحد فهمت في 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 كومبوزيسيون واحده بعد زاد ما تملوش عليه هو خاطر زاد ما لقاش ناس اخرى كانت نجم تعطيه امكانيه في ادوار اخرى اما ممثل كبير معناتها يحبوه الصغار والكبار زاد وكان سدد باب بلا في رمضان داير في نسيبتي العزيزه وفي الاعمال الاخرى اللي جات بعده هو عملتها كوب وقت كان هو كانت الاعمال مفوجه قل راهو معناتها الحقيقه معناتها وقت اللي غاب هو الله يرحمه معناتها معناتها خلى بلاصته خلى بلاصته كبيره كبيره باش ان نجوميته سفيان الشعري معناها صعب ان تظهرها نجوميه اخرى او انه نبي نهدي اكثر منه نجوميه والله احنا شو احنا في تونس ماذا بينا نكون كما في مصر في الخمسينات وفي الستينات في مصر اش تلقى قبل ما يجي عادل امام شكون كنت تلقى بالنسبه للكوميك كنت تلقى فؤاد المهندس وتلقى اسماعيل ياسين وتلقى عبد السلام النابلسي وتلقى معناتها الكبارات مجموعه على باس بها وكل واحد في نوع كل واحد في الريجيستر نتاعو ولكن كلهم كوميك هذا ما يمنعش احنا في مثلا راهو نحبوا ماذا بينا بوكو في الماريشال مثلا مسرحيه الماريشال اللي قدمتها فرقه مدينه تونس واللي تقدمت تقريبا في 600 او 700 عرض يعني راهو مش عم حمد بالتيجاني وحده معناتها كوميك يضحك السمنالي بحذاه زاد يقتل بضحك رمضان شتا اللي يعمل المدب يقتل بضحك علي الورغي اللي واقف على السبركه وهكا ونوني هكا ساعه ساعه باش يطيح يقتل بضحك اناث وذكور اللي زلط في تقتل بضحك مازلنا نجم نشوفوا اعمال كما ماريشال في تونس هي تفقدت النوعيه ذيره معناتها الفودفيل تفقد في تونس كانت فما برشا فرق قوات معناتها شغله مشاغل هو الفودفيل لانه كان منسوب الى المسرح التجاري كان يجيب برشا عباد لانه مبني على الضحك فقط الضحك للضحك
فما الضحك الهادف والضحك اللي فيه معناتها متعمق، فما الضحك اللي فيه رساله. ضحك لمين نهدي فيه رساله ولا في كل في كل شيء يضحك فيه رساله وما فيهش رساله واحنا والجو وعميق مع ساعات نقول كلمة أنا ساعات أنا بيدي ما خممت فيها برشا والعبيد شو يقصد بها وكذا قراءات أخرى. أنا الحمد لله أعطاني ربي موهبة اللي كيف نقول جمل معناتها كل واحد كيفاش يقراهم وفما إجماع على أنه عمل معناتها يعجب الناس هذا هو. أعطينا طرق لمن كيف نحب صوتك أنا أكثر من الفنانين. مشيش زاد يتغشون الفنانين يقولوا كل واحد حر في اختياراته. يوم لا هي يا العين السودة يا لالا ويا ايش الحلا وصغير لي من أعلى يا زرق الوشمة قول لا ميجا يا لك بطع وما تغير حقانا عايش الفرشيشي جاية بالطايا عامر الكنتيشي أنا كيلو ما عايز نيشي أما نوك الكيان بالمحربة وبغير لا هي هالعين السودة يا لالا ويا ايش الحلا وصغير لي ملي عليه يا زرق الوشمة أقول له ميزية عليك بطا. يعطيك الصحة عايشك شكرا لمين. نحب نتحدث في ختام البرنامج على الفترة فترة المرض متاعك كانت فترة صعبة منولك السلامة دائما عايشك. الفترة هذيك اختبرت فيها الناس واختبرت فيها صداقات أنا ما اختبرتش ما نعرف الناس يحبوني ولكن معناتها زدت أكثر معناتها علاش نقول لك لان وقت مرضت انا راهو الناس حتى في الجوامع تدعي لي معناتها بالشفاء حتى في صلاه الجمعه والناس جاتني مكالمات ما نحكيش على فرنسا وهولندا بلجيكا اوروبا جاتني مكالمات من ايران من خاطر فما انا تعرفت على سينمائيين ايرانيين لانه كما تعرف الدورات اللي نعملوهم احنا سينمائيين دورات هامين ايام كارتاج سينمائيه تعرفت على السينما الايرانيه تعرفت على شخصيات سينمائيه كانت معناتها مغادي يكلموني وعلى الفيسبوك معناتها من الجزائر ما نحكيوش انا مرضت كما اليوم وهم عداوا المسرحيه الكريته لانه سجلت الكريته عام 75 في الجزائر عاودوا عداوها مره اخرى. المستشفى العسكري بالمناسبه نحب نشكرك الاطباء بتاعنا محلاهم اللي في المستشفى العسكري وكلهم واقفين عسكر بالمجد عند راسي هكا تعرف واقفين متجندين. فالمستشفى يملى ويفرغ يوميا من النوادر اللي صارت انه لي بوكي دو فلور البيت تعبيت الكلوار تعبى من هنا الغادي فما معناتها بطحه كامله معبيه. جاوا الاطباء قالوا يا ولادي ما عادش تجيبوا النوار راهو ماهوش باهيلو ما النوار كي تكدسوا له بعدين النوار مش باهي الاكسجين الاكسجين شكون جاب النوار وزير الصحه ايوا حب يودك حب يودني خذ له راهو الاطباء قالوا حسين معناتها الوزر الكل معناتها وزير الثقافة جاني أربع مرات الأستاذ وراه مش جاني خاطر سياسيين لا جاي خاطر يحب راهو في الباسي خاطر عندنا عشرة كبيرة من مهرجان قربة من اللي المسرح اللي أنا تفرجت فيه راهو في الباسي وقت كان وقت ما زلت أنا تلميذ مش حتى ما زلت تلميذ تفرجت فيه في الوقت اللي كان سي دي يو وقت اللي كان المسرح الجامعي ومدراك وكان مع محمد ريس يعني هل أنت الابن المدلل لأي نظام يعني مش نظام معين يعني ما انك انت محبوب كل الشعب انا الابن المدلل لهذا الشعب انا ولد الشعب وما يشريني حد مهما كانت صفته لا نظام ولا شخص ولا اشخاص ولا اتجاه ولا الحزب ولا بيرسون حتى واحد ما يشريني حتى انا ابن الشعب انا ملك هذا الشعب الكبير ملكه تاعه هو يتصرف فيه هذا الشعب بالمجد معناتها اللي يسحق كل خير. مشاريعك المسرحيه الجديده يعني كما قلت عندي فما مسرحيه مع منصف ذويب مسرحيه اخرى ان شاء الله تفضل النزاع بينك وبين منصف ذويب ما فما حتى نزاع احنا مو كيف عندنا المد والجزر فهمت مره اصحاب مره ما نتكيبش وباهي هو المد والجزر معناته يخلق حركيه ودينامكيه والعباد معركه مفتعله عالميه دي تجب تقول ساعات تؤدي الى مصلحه تؤدي الى حاجه باهي. عندنا مسرحيه ان شاء الله بدينا فيها
حتى خاطر نحضروا في روحنا باش نعملوا الايفينمون اللي قلت لك عليه، ثلاثه مسرحيات اللي باش نقدموهم ان شاء الله في كارتاج في سبتمبر، مش قدموه في شهر سبتمبر يعني بعد على هامش مهرجان كارتاج. اللي يسمعوا فيه كل المهرجانات الاخرى نجموا يتصلوا بينا على خاطر عندهم الامكانيه يعني في شهر رمضان مع تبدوزيام كان زين باش يفرهدوا على العائلات والناس اللي ما تخرجش من الديار بين قوسين. فما جهات صدقني خويا وليد صدقني كيف مدير المهرجان يقول لي يا سي لمين راي العائله هذه اللي جات كليله احنا حتى في الشارع ما نعرفوهمش والله لا نعرفوهم. فما عائلات معناتها مازالت معناتها محافظه وكذا يقول لي هم جاوك ليك انت. انا نقول بالمناسبه اذا كان تحبوا تفرحوا على العائلات وخليهم يعني خمجه على القلوب جيبوا لهم المسرحيه تو يتمتعوا شيخ. وراي المسرحيه مش غاليه برشا اللي يقولوا لكم خاطر فما ناس تنبر او لمين نادي غالي يسردوا بالكم كذا لا هذوكم نبر مسرحيه مش غاليه ومش زاده بلاش. واضح ما فماش البلاش. شكرا لمين النادي نورتنا في هالليله الرمضانيه. شكرا ليك شكرا لحضورك. شكرا ليك وللوطني الثاني شكرا لهذا الجمع ما شاء الله التقنين معناتها صبرناهم معنا وان شاء الله ديما نتقابلوا في ساعات سعيده وان شاء الله معناتها ديما زهين ان شاء الله يا رب. عايشك شكرا لمشاهدينا الكرام شكرا لفريق البرنامج نلتقي.